يا بتحيل عليك عشان تيجي ما بتجيش. مش تيجي تسأل على اختك؟ معلش الألف. قولي حبيبتي، قولي فراخ يا جميل. سمع مسلم، قولي فراخ. جايدة اديها حتة يا جميل. حتة ليه؟ حتة ادي الجنة حتة فراخ. انت هتديها الحته دي بس؟ ما انا عايزها ايه؟ اديها ورك يا ابراهيم، عيب كده. ما هو الاكل في ايديها اهو. في ايديها ايه دي؟ حته برضه تديها لبنت اختي؟ بنت اختك ايه؟ وانا حاسس عنها حاجه؟ ما هي واخده الاكل اهي. طب ما هي جت بنت اختي هتاخد انت حشت ايديك. عشان اديها انا، كنت بديها انا. كل يا حبيبتي. خدي يا حبيبتي، خدي هدي هدي، اديها الورك يا ابراهيم. براكو. طب تعالى كده انا عايزاه اخلص اكل. تعالى بس عايزاه. مديك ايدي. نعم. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه باكل؟ ايه بعمل ايه؟ تاكل؟ انت بتحرجني قدام اختي وبنتها؟ بحرجك في ايه؟ انت تاخد الاكل من بق البيت؟ لا انا باخدوش من بقها، انا باكل. انا جاي بدي البيت الورك تقوم واخده منها، ده ينفع؟ اه ينفع. ازاي يعني؟ زي الناس، واللي مش عاجبه ما يجيليش بيتي. طب عيب كده، وطي صوتك لا تسمعه. هو الاكل معمول لنا ولا معمول لها عشان تيجي تاكله؟ يا ابراهيم دي كل فين وفين لما بتجيلي دي اختي. ايه اللي كل فين وفين على ما بتجيلي دي؟ طب وطي صوتك. طب والنبي احسن تسمع. لا مش هوطي صوتي، واللي عايز يسمع يسمع، واللي يقرا يقرا. ايه ده؟ عفاف عاجبك كده؟ اهزقلك ومشي. احسن احسن تمشي. اه تمشي. انت ازاي عايزني اعمل اهلي كده؟ امال عايزين اعملهم ازاي يعني؟ تعاملهم معامله كويسه زي انا ما بعامل اهلك معامله كويسه. يجوا يقعدوا ويمشوا، انما مش يجوا ياكلوا الاكل بتاعنا والبيت تاكل الاكل وتخلص الاكل وتاخد نفسها وتمشي. اه دي واحنا هناكل ايه يعني؟ طب الاكل اهو عندك اهو، كله كله، وانا مش قاعده لك في قلب البيت. انت ده انا اخش اكل.